مدرب ذو تجربة ومدرب شاب من متخرجي المعاهد التكنولوجية. هذا ما سهل من مهمة الطاقم الفني وأعطى صورة مشرفة لفريق مناجم الحراش. السيد بوعلم جواد يؤكد على ذلك. تكامل ملحوظ يعني على مر العمل اللي مضيناه طوال هذا العام، وشاهدنا يعني بإمكان في كل فريق يكون يعني هذا النوع من التكامل. وهذا يعني بطبيعة الحال لنجاح الرياضة في الجزائر وكرة القدم يعني في المستقبل. طبعا يعني كان من الصعب باش ناخذوا احنا المشعل تاع الرياضة، وإنما يعني نمشوا كما نقولوا كوتا كوت مع هذا المدربين القدامى يعني باش نوصلوا بإمكاننا نوصلوا للعمل في المستقبل. بالإضافة إلى الجدية التي يتميز بها الطاقم الفني والمسيرين، تجدر الملاحظة كذلك إلى التشكيلة الشابة لفريق مناجم الحراش والفرديات البارزة أمثال مزياني، مدان، بن عمر، لونيسي وغيرهم. هذا ما أدى بهم للعب الأدوار الأولى والتأهل للدور النهائي رغم تقابلهم مع فرق قوية ولها تجربة في لقاءات الكأس، من بينها شباب ميكانيك بلكور والترجي ميكانيك قلمة. فالتشكيلة إذن تبقى صامدة وطموحة لنيل كأس الجمهورية. يونس إفتسان 30 سنة، عبد القادر مزياني 31 سنة، خالد لونيسي 20 سنة، نور الدين صاجي 21 سنة، أحمد حرابي 25، محمد الجزار 23 سنة، عيسى رزقي 22 سنة، أمراش حسين 20 سنة، مذكور علي 28 سنة، كراز محمد 23 سنة، حميد دايم الله 25، كمال سريم 29، بن عمر حسان 23 سنة، بشوش ناصر 25 سنة، ومدان حكيم 21 سنة. التفاؤل والطموحات تظهر من خلال الحيوية التي يتميز بها اللاعبون قبل إجراء لقائهم النهائي عشية يوم الجمعة بملعب 5 جويلية. هذا ما يؤكده قائد الفريق عبد القادر مزياني. كما اللقاء كما تعرفوه لقاء نهائي، كما الناس قاعد تستنى فيه والجمهور قاعد يستنى فيه، وإحنا رانا الطموح قاعد لنا الكاس هذايا باش إن شاء الله نسلكوا السيزون تاعنا هذيا. كاينين بون امبيونس في الفريق تاعنا، اسما ماناش مخلوعين بهذه المقابله هذه بزاف، وكان اسما سور بلان بسيكولوجيك وامبيونس وكاع، وان شاء الله تكون مقابله ثاني مليحه والجمهور يكون يعني راكم عندكم طموحات كبيره. أنا بزاف عندنا طموحات كبيره بزاف. العامل الرابع الذي شارك في نجاح هذا الفريق هو ذلك الجمهور المتحمس الذي قام ببرمجة حفلات تحت قيادة أنصار الجمهور في ساحة الحراش خلال هذا الأسبوع، وهذا في انتظار المقابلة النهائية لمتابعتها بكل روح رياضية.